قالت صحيفة ألمانية إن الادعاء الاتحادي الألماني أصدر أمر اعتقال بحق شخص يعتقد أنه تسلل على أنظمة كمبيوتر البرلمان الألماني في عام 2015 لصالح جهاز المخابرات الروسي. وذكرت الصحيفة أن المشتبه به يدعى ديمتري بادين، وهو مطلوب كذلك لدى السلطات الأمريكية في جرائم تسلل تشمل سرقة رسائل بريد إلكتروني من هيلاري كلينتون والحزب الديمقراطي في وقت التحضير لانتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2016. للمزيد ينضم إلينا من برلين عبر سكايب مراسلنا العربي مرزوق. العربي، يعني تفاصيل أوفى حول هذا الشخص وملابسات عملية إصدار أمر القبض عليه. الحقيقه النهارده المدعي العام الاتحادي في المانيا اعلن عن نجاح الاجهزه الامنيه الالمانيه في تحديد هويه المتسبب الاول في الهجمات الالكترونيه اللي تمت سنه بالتحديد 7 مايو 2015 على البرلمان الالماني. الموضوع في الحقيقه تم تقريبا تحديدا الساعه 1 مساء، 1:31 دقيقه مساء، ارسل قام المدعو ديمتري بادين وهو 29 سنه بارسال لينك على الايميلات الخاصة بأعضاء البرلمان الألماني. اللينك يحتوي على مقال بيقول إن الصراع اللي ما بين أوكرانيا وروسيا هيؤدي إلى أزمة اقتصادية. واللينك ده في آخره إن هو واصل لأعضاء البرلمان الألماني من إيميل بإيميل على أساس إن هو جاي من الأمم المتحدة يونايتد نيشن، فكلهم ضغطوا على الإيميل وعلى طريق الثغرة دي قدر إن هو يخش على جميع إيميلات أعضاء البرلمان الألماني، مما أدى إلى تسريب تقريباً 17 او 16 جيجا بايت من المعلومات اللي موجوده جوه البرلمان الالماني قدر يحصل عليهم خلال اسبوعين. التسريب ده تم لمده اسبوعين، وكمان عدد كبير جدا من الايميلات المراسلات اللي كانت ما بين اعضاء البرلمان الالماني. الضرر الاكبر وقع في الحقيقه على لجنه تسمى لجنه الثقه داخل البرلمان الالماني. لجنه الثقه هي المشرفه عن 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 نفقات المخابرات الالمانيه، قدر يحصل على معلومات كثيره جدا من لجنة الثقة نتيجة الاختراق اللي تم لإيميلات الناس هناك. الحقيقة المدعي العام النهاردة أعلن أن السبب الرئيسي أن هم قدروا يوصلوا للمدعو ديمتري بادن هي نتيجة عملية مشتركة كانت سنة 2018 ما بين الأمن الألماني والأمن الهولندي في هولندا. الأمن الهولندي سنة 2018 قدر أن هو يلقي القبض على أربعة يقال ان هم دبلوماسيين روس، اربعه كانوا في هولندا بيخططوا لشن هجمات الكترونيه على المنظمه الدوليه لحظر الانشطه الكيماويه، وتم القبض عليهم وكان على الكمبيوتر بتاعهم اسماء الناس المشاركين في العمليه دي وكان منهم ديمتري بادن. في الحقيقه الامن الالماني اعلن ان الوحده دي هي وحده داخل المخابرات العسكريه الروسيه اسمها ابيتي 28 او اسمها الدب النشط. هي واحدة داخل المخابرات العسكرية الروسية نشطت من سنة 2007، تم تأسيسها في 2008، كانت كمان متسببة بهجمات تمت على وزارة الخارجية الجورجية. في سنة 2014 كمان عملت هجمات إلكترونية على وزارة الدفاع الألمانية، وزارة الدفاع البولندية والبلغارية أيضا، وعلى صحيفة نيويورك تايمز. ومن سنة 2015 كانت الهجمة الأكبر على مبنى البرلمان الألماني. النهاردة صدر بحقه مذكرة اعتقال دولية تم إرسالها كمان للموافقة عليها. المدعي العام الألماني المدعي العام الاتحادي ارسلها لرئيس البرلمان الالماني وتمت الموافقه عليها وخدوا بها موافقه بيتحط اسمه على الانتربول. شكرا جزيلا لك العربي مرزوق مراسل اكسترا نيوز، كنت معنا عبر سكايب من برلين.